بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه وسهله جدا وتنفع بقى يعني ايه في الغداء، وفي منها ينفع للمدرسه او للفطار، يعني حاجات كده متنوعه ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الاولى هنعمل صينيه بطاطس بالكبد والقوانص، حلوه جدا ومعظمنا عندنا كبد وقوانص وبيبقى عندنا على طول بطاطس كلنا، فهنعمل وصفه كده ظريفه وسهله ان شاء الله تعجبكم. والوصفة الثانية هنعمل مخبوزات العسل بالطحينة، برضو دي يا جماعة حلوة جدا جدا، هتعجب الولاد قوي، تنفع بقى في الفطار في العشاء في المدرسة مثلا، حلوة قوي وسهلة وفيها بقى ايه عسل وطحينة. والوصفة الثالثة هنعمل بانيه البطاطس، برضو وصفة ظريفة تنفع طبق جانبي بقى في الغداء، تنفع في العشاء وينفع برضو نحطها مع الولاد في المدرسة، ظريفة وفيها بطاطس وداخل معاها البيض وبتاع، يعني مغذية وخطيرة ان شاء الله تعجبكم. الوصفة الأولى بقى صينية البطاطس بالكبد والقوانص، كيلو بطاطس تمام متقطع شرايح، يعني أدخن سنة من الشيبسي، تمام مش رفع الشيبسي قوي كده، أدخن سنة صغيرة. شيل الطاسة هنا كده عشان هتبتدي بقى تسخن قوي. معايا كمان بصلاية متقطعة حلقات رفيعة، معايا ملح وفلفل أسود وبابريكا، كيلو بقى مشكل من الكبد والقوانص ويكونوا متقطعين شرايح رفيعة تمام، علشان ما ياخدوش معايا ايه اي وقت في التشويح ويستوى على طول ويتحطوا حشوة ما بين البطاطس. او لو انت عايزة تدي الاواني السلقة الاول في مية سخنة بتاع ربع ساعة كده ولا حاجة قبل ما تقطعيها وتشتغلي بيها، اوكي لو عندك سكينة حامية وتعرفي تقطعيها رفيع يبقى استخدميها نية، تمام كده. معايا بقى فصين كمان من الثوم المفروم مع البصل يعني المفروم، وفلفل اخضر بقى متقطع صغير، هحتاج تقريبا كوبايه او كوبايه ونص من اللبن، وهنكسر معاهم بيضه وملح وفلفل عشان نحطهم على الوش، وشويه من الجبنه الموتزاريلا ورشه من جوزه الطيب هتتحط مع الكبد والقوانص، وبس خلاص. وصفه ظريفه جدا وبسيطه وسهله، وتعملي الغداء اوام اوام كده، وكلها حاجات ايه يعني خطيره. انا عايزه اول حاجه اعملها الكبد والقوانص، اجيبهم هنا كده جنبي، وعايزه اجيب رشه جوزة الطيب والبصل المفروم والثوم، خليهم بس كده جنبي، والفلفل الاخضر. الطاسه سخنت ان شاء الله تكون سخنت، هنحط اول حاجه زيت، شويه زيت حلوين كده نعرف نشوح فيهم الحاجات الخطيره اللي احنا هنعملها دي. اول حاجه هنزل بالقوانص تمام، زي ما احنا متفقين هي ارخم واحده فيهم لانها بتاخد شويه يعني بتحتاج شويه تشويح كده، او تسلقيها براحتك، بس هي متقطعه بصوا رفيعه جدا، شرايح رفيعه بسكينه حاميه كده، تخليها ايه اول ما تنزل في الزيت وشويه كده مع التقليب هتكون على طول استوت. هحط واجري، عشان انا ايه مواقفي مع الطرطشه بس كده اهو. عايزاها اهم حاجه تتشوح كويس. وهي تبقى أول حاجة بتنزل على الطاسة السخنة مع الزيت السخن على طول، تلاقيها كده ايه انكمشت على نفسها وتدخل في التسوية. كده تبتدي بقى تجيب ميتها وترجع تشرب ميتها تاني بقى مع كل المكونات اللي احنا هنحطها، وهتبقى هايلة. الكبد بقى علشان بتبقى ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، فدايما بخليها اخر حاجه عشان تاخد لها تقلبتين كده وتستوي، تبقى بقى طعمها ظريف لما تيجي تاكليها ما تلاقيهاش بقى انتوا عارفين بتلزق بقى في البق وبتعلق، ليه في درجه تسويه كده حلوه للكبده وانت تاكليها ما بتضايقيش، لكن لما بتحطيها من الاول بتاخد تسويه زياده قوي بقى وتلاقيها بقى بقت يعني مش ظريفه، تخليها في الاخر كده. نحط بقى البصل،
اهو، وهنحط كمان الفلفل الرومي، بس انا هستنى كده بس اشم ريحة البصل كده ياخد له تشويحة، وكل الحاجات دي كل السوائل دي دلوقتي ايه هتتبخر. الفلفل الاخضر عايزين تحطوا في قرن فلفل حامي مفيش مشكلة، ينفع برضو هتبقى مشطشطة سنة كده وظريفة كده اهو. نحط ملح وفلفل، ملح وكمان ملح، فلفل اسود، عايزه احط الثوم، هتظهر ريحته بقى حالا بقى. ايوه معايا رشه جوز الطيب، هحطها بعد ما احط الكبده لاني هحط ملح وفلفل تاني برضو لما انزل الكبده. بل بس ايه ما تتشرب لها شويه. عايزه اجيب بقى الصينيه، خلي الكبده هنا كده، صينيه عاديه، صينيه بايركس بقى مدوره مربعه مستطيله اي حاجه اللي موجوده عندك في البيت، والبطاطس بقى الحلوه دي. عايزين بس الاول ندهنها كده دهنه زيت خفيفه، ونمسح دهنه الزيت دي بالمنديل كده. نبتدي نحط البطاطس، شرائح البطاطس كده، حلقات كده ايه ورا بعضها. استنى قبل ما احط رق تاني، عايزه ارش برضو ايه رشه خفيفه كده ملح وفلفل، حاجه خفيفه يعني. نعمل رق كمان، الرق التاني ده بقى مش هحط ملح وفلفل لاني هحط فيه الخلطه، خلطة الكبد والقوانص. اهو اخبارك ايه يا قوانص؟ اهو كده تمام، وريحة الثوم طلعت والبصل ريحته طلعت وكله مية مية. نجيب بقى الكبدة، نحط بقى كبدة كده عليها من فوق برضو متقطعة شرايح. كده حط لها ملح وفلفل مش كتير طبعا خلوا بالكم، ورشه جوزة الطيب. جوزة الطيب بقى يعني دي بقى ايه بتشقلب الحاجات تعمل طعم خطير، رشه خفيفه كده. نقلب الكلام ده كله بس ايه الحق، وهتبقى هي دي بقى ايه الحشوة. بس كده نلبس الجلوفزات، هي بس الكبدة تاخد لها تقلبتين، واقوم حاطة الحشوة وعاملة رق كمان من البطاطس. الريحة ظريفة جدا، ودي بقى تنفع على فكره حشوه لحاجات كتيره قوي، يعني تنفع حشوه ما بين رقين من المكرونه، تنفع حشوه في الرقاق، الرقاق الطري او الرقاق الناشف تمام، تنفع سندوتشات، يعني هي حشوه لذيذه حلوه وسهله جدا. كبد وقوانص، انا من الناس اللي بتحب الكبد والقوانص جدا.
كده خلاص الكبده خدت لها التشويحه التمام، وكل الحاجات بقى ايه هتدخل الفرن لسه وهتستوي وهتبقى ظريفه. هاخد الخلطه دي هنا كده على البطاطس واحطها كده، تمام، افردها كده وهعمل رق تاني من البطاطس كده. بهذا الشكل الظريف كده اهو. انا بقى ايه بفضل في الحلقات اقعد اقول كده اهو كده اهو كده اهو، وبعدين اتفرج على نفسي اقعد اعد انا قلت كام كده اهو بقى في الحلقة. عايزين نعمل مسابقة، مسابقة كام كده اهو كده اهو. لا وبهت بقى العيال برضو مشغلين كده اهو، كلنا بقى كده اهو في البيت. كده بعمل ايه بقى؟ اللبن، كوباية اللبن هكسر عليها بيضة، تمام، واحط ملح وفلفل، ملح وفلفل و اه فيك يبقى انا وقعت برضو، يا وقعت كده هو برضه. لا مؤاخذة يا جماعة، معلش ان شاء الله بكرة مش هوقع، ربنا يسهل. نجيب شوكة وايه نضرب البيضة مع اللبن اهو، اتاكد بس ان البيضه اتضربت كويس. كان المفروض نضرب البيضه الاول لوحدها وبعدين نحطها على اللبن عشان نطمن انا هعوك بقى في نطمن ان البيضه اتضربت كويس. نحط بقى ايه زي ما بنعمل كده في الرقاق، في الايه اسمه ايه في الجلاش كده اهو، بهذا الشكل الظريف بس كفايه. هقوم حاطه جبنه من فوق، شويه جبنه شيدر كده، شويه جبنه موزاريلا، وتدخل فرن سخن الجبنه بس كده تسيح ويبقى شكلها لطيف. وهنلاقي البطاطس استوت، البطاطس متقطعه رفيع، واحنا كده كده مشوحين الكبد والقوانص، واخدين يعني نص تسويه والكبد تقريبا خلاص يعني داخله على السوا، فكل الحاجات ايه هتستوي وهتبقى ظريفه جدا. احنا عندنا فاصل دلوقتي، فاصل جه، حاضر، دخلها بس الفرن اهو كده، بتطلع يا جماعه بقى ظريفه جدا، بتتقطع عادي كده، بتطلع بقى مع الشوكه وكده وبالهنا والشفا. هدخلها الفرن بسرعه جدا ونروح فاصل ونرجع نعمل بقى ايه المخبوزات الظريفه اللي بالعسل والطحينه. سوف اعود ان شاء الله، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل دلوقتي مخبوزات العسل والطحينه، ظريفه جدا وسهله وشكلها حلو وطعمها ظريف، ان شاء الله تعجبكم. المكونات بقى معايا كيلو من دقيق المخبوزات، تمام، كيلو ده يعني 4 كوبايات كبار، اوكي، اللي هي كوبايه المج اللي احنا بنحط فيها بقى الشاي بلبن والنسكافيه الكبيره دي، تمام، 4 كوبايات منها هيعمل تقريبا كيلو مخبوزات. دي ايه مخبوزات عشان يبقى قوي ينفع معانا، ينجح معانا كمان في الوصفه. معايا كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره من الخميره، معايا كوبايه لبن دافيه، تمام، معلقه كبيره من السكر، معايا بيضتين، تمام، وكوبايه زيت، ومعلقه صغيره من الفانيليا، رشه ملح طبعا هنحطها على الدقيق، ونص كوبايه عسل اسود، عليها كوبايه طحينه او اقل شويه من كوبايه طحينه. يعني انا هقول لكم الفكره في ايه، يعني انا عايزه السمك يبقى عامل ازاي، تمام. ممكن نستخدم زبدة أو ممكن لأ، بس غالبا مش هنستخدم الزبدة، تمام.
يا ريت خلاص نشيل الزبده يعني، لان انا ايه هدهنها بس بصفار البيض مش هدهنها بزبده، بس انتوا ممكن تدهنوها بزبده بدل صفار البيض يعني. انا كان قصدي يا اما ده يا اما ده، وشويه سمسم كده للوش وبس خلاص. هقولها تاني، كيلو دقيق مخبوزات، كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره، كوبايه لبن دافي، معلقه كبيره سكر، بيضتين، كوبايه زيت، معلقه صغيره من الفانيليا، ورشه ملح، ونص كوبايه عسل اسود. ده الحشوه بقى، نص كوبايه عسل اسود، عليها تقريبا كوبايه او كوبايه الا ربع من الطحينه الخام، ومعانا كمان 2 من الصفار البيض للايه اللي احنا ندهن بيه، وسمسم وبس خلاص. وصفه بسيطه جدا وظريفه جدا. طلع بوله بقى كده كبيره ونحط فيها الدقيق كده اهو، نحط رشه الملح في الدقيق كده، هذا الشكل الظريف. هنحط بقى الخميرة، هنحط السكر، هنحط اللبن الدافي كوباية، تمام، ومعايا بقى ايه كوباية المية اهي، هناك بقى ايه ده اهي، كوبايه، ايوه كوبايه ايه، ونعجن الكلام ده كده ونشوف برضو لو هنحتاج ميه او حاجه. ومعايا كمان بقى زيت، حط الزيت كده. يتبقى ايه، هيتبقى البيضتين والفانيليا، هضرب البيضتين دلوقتي واحط عليهم الفانيليا واضيفهم على العجينه كده. ولو احتاجت منك اي سوائل تانية زيادة يا تزودي لبن يا تزودي مية. طبعا هي فيها خميرة فاحنا محتاجين انها تخمر. معلقة الخميرة اللي انا اقصدها ومعلقة السكر اللي انا اقصدها اللي هي معلقة كبيرة مش معلقة صغيرة، لان هنا كمية الدقيق كبيرة، كيلو دقيق، تمام، فهيحتاج معانا معلقة كبيرة خميرة. سيبهم كده ثواني، اكسر بس البطين هنا كده اهو، كده ونحط معاهم الفانيليا، وهجيب شوكه واضربهم قبل ما اضيفهم على العجينه. واعجن بقى الكلام ده كده كله في بعضه كويس جدا. طبعا محتاجه انها بقى ايه، انها تخمر. هتسيبيها كده شويه لغايه لما تلاقي ايه العجينه شكلها اختلف وارتفعت كده شويه واتخمرت. العجينه دي يا جماعه ظريفه جدا، وهي كده بتكون بتلزق سنه سنه صغيره مش كتير يعني. لو انت حسيتي انها بتلزق قوي يبقى لا، ضيفي لها مثلا شويه دقيق، لكن هي المفروض انها تكون بتلزق سنه، فاهمين قصدي؟ انا حاسه ان اللي معايا محتاجه سن الدقيق ما دام لزقت في الجلوفز قوي كده. فين الدقيق يا جماعه؟ انا مفيش دقيق جنبي، لا ده كل ده مش دقيق. اين الدقيق؟ ده اللي من تحت الحوض، ده مش الدقيق ده. احتاج رش الدقيق كمان عشان بس العجينه ايه تلم معايا كده وتلف معايا وتسيبيها تخمر. تخمر لها كده مثلا هتقعد لها تقريبا ساعه الا ربع ساعه في الرينج ده، لان هم عقبال ما يجيبوا لي دقيق هكون ايه، انا هبتدي بقى بالعجينه اللي معايا على طول. بس هي ايه يعني محتاجه معلقه واحده بس كده من الدقيق عشان تلم معايا اكتر، وتتعجن شويه حلوين وتتغطى وتتساب تخمر زي ما قلت لكم. تقريبا هتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع، وشكلها هيبقى مختلف، ونبتدي على طول نستخدمها. تمام تمام هي دي العجينه الظريفه. نلبس الجلوفزات واقول لكم بقى الحكايه. انا بس انا برضو محتاجه دقيق عشان ارش دقيق على
يا شباب الدقيق بسرعه، نفضي الكلام ده هنا كده، نشيل الزبده خلاص، احنا مش هندهن الوش زبده، هندهن الوش صفار بيض. نفضي كده مكان كده اهو، خلاص ممكن اعمل كده. انا عندي هنا شويه دقيق بتوع البطاطس البانيه. يا سلام، ما الواحد لازم يبتكر كده اهو. حط هنا كده رشه الدقيق. بالنسبه بقى العسل والطحينه، ادي العسل وادي الطحينه، هعمل ايه؟ عايزه اجيب معلقه، انا عايزه الطحينه هي اللي تبقى اكتر من العسل علشان هي اللي هتربط العسل وتخليه يبقى تقيل، فاهمين قصدي؟ احنا ممكن نعمل الحكايه دي فين؟ طيب خلاص هعملها هنا في نفس البتاع وخلاص. هحط العسل، الطحينه كده اهو، الطحينه دي كتيره قوي كده اهو، خلي الطحينه هي اللي تبقى اكتر عشان الحشوه تبقى سمكها تخين، مش العسل الابيض هو اللي يبقى، لان هو سايح اكتر من الطحينه، الطحينه بتتقل، فيعني نص كوبايه عسل ابيض عليه تقريبا كوبايه الا ربع من الطحينه. ايوه كده، بس اهو انا عماله ايه اضربها كده عشان بس القوام يتقل معايا اهو. بصوا هو ده اللي انا هحشي بيه المخبوزات والفطاير اللي انا هعملها بتاعت العسل والطحينه، كانها بالظبط يعني مثلا هنعتبرها حشوه مثلا زي الفول السوداني زي الشوكولاته، حشوه كده ظريفه داخل فيها العسل والطحينه. هناخد بقى العجينه، المفروض ان العجينه دي هنعملها ايه؟ كرات، كور كور. كل مخبوزه هتاخد ايه؟ كورتين، فانا مثلا معايا كوره اهو وكوره كمان مثلا كده، يعني هتعملي الكميه ايه على شكل كرات كده. تمام، هناخد اول كوره وهنعملها مستطيله كده اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، ما ترفعيهاش قوي. ادي واحده، هناخد الثانيه ونعملها برضو زيها، تبقى مطوله كده شويه كده اهو. بصوا الاثنين ايه يكونوا قد بعض في الطول زي ما انتوا شايفين كده، تمام تقريبا يعني اهو. وبصوابع ايدي بقى ايه هعمل كده ايه فتحات كده، يعني حفره كده، وهنا برضو نفس الحكايه. بصوا العجينه حلوه ازاي، حلوه جدا. وهجيب معلقه صغيره ونجيب الطحينه الظريفه بقى اللي تقلت من كتر التقليب مع هي والعسل، يعني هنا كده جنبي، وايه وهمشي الحشوه كده خفيف في الايه الحفر اللي انا عملتها دي كده اهو وكده اهو. هنعمل في الايه في الصفين، في اللي يعني في الكورتين العجين اللي احنا فردناهم بالطول قوي دول، وما تكتريش بقى من العسل والطحينه، فاهمه قصدي؟ بس كده بتبقى عامله كده. نعمل ايه بقى؟ بناخد طرف العجينه والطرف ده كمان، نحطهم كده مع بعض، ندوس عليهم كده سوا، ونبتدي بقى ايه نلف العجينه بقى ايه في يونكا، يعني ملخفنا، اي حاجه براحتكم. وهقفلها برضو من هنا. عايزه اجيب بس الاول صينيه، تعالي يا صينيه، اين انت يا صينيه؟ حلوه الصينيه دي، هنا كده الصينيه،
وبقى اللفه اللي انا عملتها دي، الحلزونه اللي لفت في بعض دي، هعملها ايه؟ على شكل ورده. فهحطها في الصينيه كده معايا، ايوه كده، وهلفها ايه على بعض بالشكل ده، والطرف الاخير هنزله تحت، فهتبقى ايه عامله كده، وادوس عليها كده افتحها كده بس. تفضلي بقى ايه تعملي الكميه اللي انت عايزاها كلها. وهنجيب فرشه عشان ندهنها صفار بيض، صفار بيض محطوط عليه رشة فانيليا، تمام، وندهنها بقى كده، ندهن كل اللي باين من المخبوزات بصفار البيض عشان تاخد لون كده تبقى ظريفة كده. ومعايا بقى سمسم، هنلاقيه ماسك على طول عليها من فوق، ويدخل فرن سخن على درجة حرارة تقريبا يعني هنقول من 180 ل 190 في الرينج ده. هتاخد لها 10 دقايق 12 دقيقة، ممكن بالكتير قوي يعني توصل لربع ساعة. هتلاقيها اختلفت، تخنت كده وبقى شكلها مختلف. عايزة اوريكم اللي استوت عشان تشوفوها معايا. المهم بقى انها بعد ما تستوي خلاص وخرجتيها من الفرن، لازم بطراطيف صوابعك كده تبليها ميه، ميه الحنفيه العاديه، وتطرطشي عليها. اوريكم الاول شكلها اهو، وبطرطش عليها بطراطيف صوابعي كده ميه، واقوم مغطيها بالالمنيوم فويل. حتى بصوا الالمنيوم فويل كله عرقان، تمام. ده بقى يخليها ايه؟ يخليها طريه، يخلي الفطاير دي طريه، ما تبقاش ناشفه، لا تبقى طريه وظريفه، تعرفي تاكليها كده تلاقيها لذيذه جدا، تمام. بصوا شكلها حلو ازاي، ظريفه وخطيره، وهتلاقوها يعني ايه اغمقت سنه بسبب العسل والطحينه، يعني ايه هم ملفوفين في البتاع نفسها على بعضها. بصوا شكلها ظريف ازاي، بصوا خطيره. وبدل ما نحشيها شوكولاته او نحشيها زبده فول سوداني او نحشيها مش عارفه يعني اي حاجه، العسل والطحينه ظريف وموجود في البيت ده، او ولسه كمان بقى مع دخله الشتاء هيبقى العسل والطحينه موجود عندنا على طول في البيت كلنا، على طول طبق العسل والطحينه والفطير والحاجات دي. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها، بس ما تنسوش تطرطشوا كده ميه وتغطوها لمده تقريبا 6-7 دقائق علشان تعرق، والميه اللي احنا طرطشناها عليها دي تديها ايه طراوه كده، اديها ميه تديك طراوه. عندنا فاصل. انا بقول اي كلام انا هبوظ البرنامج، انا عارفه. عندنا فاصل، هنروح فاصل بسرعه جدا ونرجع نعمل اقراص البطاطس البانيه الظريفه جدا والسهله جدا ان شاء الله. خليكم معانا. انا جيت دلوقتي بقى هنعمل الوصفه الظريفه جدا الخطيره، بانيه البطاطس. بصوا معايا كيلو من البطاطس المهروسه، مسلوقه ومهروسه، تمام. تسلقي البطاطس وتهرسيها، ومعانا اهو اي كميه بقى، مش لازم كيلو يعني، بس الكيلو هحط معاه ايه، وكل الحاجات اصلا من غير كميه يعني هقول لكم الحكايه. ومعايا كمان 2 من صفار البيض، اه هو ده بس، يعني كيلو البطاطس عليه 2 من صفار البيض، نص كيلو بطاطس يبقى صفار بيض واحد بس، تمام كده. معايا بقى كمان لحمه مفرومه اي كميه، 3 معالق كبار 4 معالق كبار، يعني احنا عايزين نحط شويه لحمه مفرومه كده مع البطاطس، تمام. مش عايزه تحطي لحمه مفرومه ما تحطيش، ما فيش مشكله، يعني هتعمل كده طعمه، خصوصا لما تبقى متعصجه بقى يعني، والبصله واخده تحميره كده خفيفه، وملح وفلفل ورشه جوزه الطيب، بتعمل طعم حلو جدا في البطاطس. معايا كمان ملح وفلفل هنحطهم برده، 3 معالق كبار من الجبنه الشيدر المبشوره، او ممكن جبنه رومي مفيش مشكله، كوبايه من البقسماط، كوبايه من الدقيق، وبيضتين مضروبين عشان نعملهم بانيه، تمام. ومعلقه كبيره من اللبن علشان نحطها على البيض، عشان البيض بيبقى لزج عايز يتخفف، يا اما نحط لبن او نحط ميه عشان نعملها بقى بانيه عادي خالص وتتحمر في الزيت وبس خلاص. ظريفه جدا، تقدري تعمليها تبقى يعني ايه بالبيض والبقسماط، وتقومي حطها في الثلاجه في الرف اللي فوق اللي في الثلاجه كده يعني، والصبح بقى والولاد رايحين المدرسه ولا حاجه شويه زيت كده وتقومي محمراهم، هيبقوا ظراف يفطروا بيهم. وانا يا جماعه من الناس اللي بحب الولاد يفطروا في البيت، يعني خليهم يفطروا
بعدين ينزلوا يروحوا المدرسه بساندوتش واحد او ساندوتشين مثلا بالكتير، ويرجعوا البيت بقى يتغدوا. فانت اعملي ممكن حاجه زي كده ظريفه جدا على الصبح يفطروا بيها، فيها بطاطس نشويات مع كام حته لحمه مفرومه وكمان بانيه، يعني هيعجبهم. وتبقي محضره من بالليل الصبح، بس يا دوب ياخد كده ايه تحميره خفيفه في الزيت. نحط البطاطس كده اهو، يبقوا عدوا بقى كام كده اهو في هذه الحلقه. لحمه مفرومه، وهنحط الجبنه الشيدر كده اهو برده، ماشي في شويه امل. لا، البصل باودر والثوم باودر والبابريكا هنحطهم على الدقيق، تمام. ومعايا 2 صفار البيض، تمام. وهحط بقى ملح وفلفل، ملح كمان، ملح وفلفل اسود. وهنعجن الكلام ده كله كده مع بعضه. ممكن تحطي حتت بسطرمه بدل اللحمه المفرومه، بس هو غالبا لما بنيجي نعصج لحمه يتبقى شويه كده ولا حاجه، بيشيليهم في علبه تستخدميهم بقى في حاجه زي كده. تستخدميهم مثلا مع كام بيضه اومليت كده على الفطار الصبح، بيبقى ظريف بيعمل طعم يعني. بس كده ونبتدي بقى ايه، ناخد من البطاطس دي نحطها هنا كده احسن، ونعمل اقراص كده اهو زي كده، قرص الايه مثلا، قرص الطعميه او الناجتس كده. حاولي تكون كلهم حجم واحد، عايزاهم كبار شويه صغيرين خالص براحتك يعني، زي ما تحبي. الولاد بيحبوها جدا جدا على فكره، انا عندي البنات بيحبوها قوي، وهي اصلا سهله ومغذيه يعني، فظريف. الواحد ما بيصدق ان هما ايه تعجبهم حاجه يعني، يا رب ياكلوا اهم حاجه. الواحد يعني تعب، مش عايزاكي تجري وراهم بالاكل بقى. انا يعني بشوف الامهات اللي هي كل واحده ماسكه طبق يا عيني وعماله تجري ورا حماده وتنده عليه وهو في عالم تاني في عالم سمسم، يا ابني افتح بقك، يا ابني ابلع، يا ابني الكلام ده كله ما مش نافع. انت يعني الافضل جوعيه، مش مشكله، مش تدي له بقى حلويات وحاجات فيبقى خلاص مش فارق معاه بقى الاكل اللي معاه كده خالص. لا، خليكي انت اللي مسيطره مش هما، خليكي شريره شويه عشان مصلحتهم. فنكتفي بهذه الاقراص ونبتدي بقى نعمل الخطوه اللي بعد كده، اقول لكم حالا. الخطوه اللي بعد كده زي ما بنعمل اي حاجه بانيه، الدقيق، بس احنا الدقيق بقى ايه، عايزين نبهره. هنحط له ملح وفلفل وبصل باودر، توم باودر، بابريكا، وكمان هحط له نشا، تمام. هنحط تقريبا على كوبايه الدقيق مثلا دي معلقتين كبار من النشا، نشيل دول هنا كده على جنب، نجيب هذه الحاجات هنا. هنحط معلقه كبيره من النشا على الدقيق، بس نجيب معلقه، نجيب شوكه بالمره عشان البيض، معلقتين كبار على كوبايه الدقيق عشان تبقى مقرمشه كده وماسكه نفسها وظريفه. رشه ملح، رشه فلفل، بصل باودر، معلقه صغيره ثوم باودر، بابريكا، بس كده. ونقلبهم مع بعض، تبقى بقى ايه ظريفه جدا. وبنكسر بقى بيضتين، البقسماط بيبقى زي ما هو ما نحطلوش حاجه، نكسر بيضتين عليهم برضو ملح وفلفل، رشة ملح ورشة فلفل، وايه معلقتين كبار من اللبن، او ممكن نستبدل اللبن بالمية زي ما اتفقنا علشان اللزوجة بس بتاعت البيض، مش لازم كده، لا يبقى يعني ايه اخف.
مزيكا مزيكا بعزف انا بال والله كان في ناس بتعمل مقطوعه موسيقيه بالخط ده مع الشوي، لسعة الشوي ما اعرفش مع كده يعني. مزيكا مزيكا بس كفايه مزيكا. نعمل بقى ايه؟ دقيق، بيض، بقسماط. انا ايه اللي انا بعمله ده كده؟ ايوه دقيق. ايه رايكم في المقطوعه الموسيقيه كده؟ نحطهم في البيض. ويفضل ان احنا بعد ما نحطهم في الدقيق والبيض والبقسماط ان هم يدخلوا التلاجة شوية بتاع نص ساعة، او زي ما قلتلك ممكن تعمليهم من بالليل فيبقوا بقى ايه جاهزين على التحمير، بس عشان بس المكونات تبقى ماسكة كده في بعضها وتبقى ظريفة. سهلة خالص بس. وتعملي بقى كل الكمية بنفس الطريقة. انا معايا بقى كام واحدة كده ايه كانوا في التلاجة عشان ريحوا ودخلوا التلاجة هنحمرهم على طول اهم كده جنبي. ان شاء الله الزيت يكون سخن، هنشوف اهو ولا سخن ولا اي حاجة ولا اي حاجة. شكرا يا زيت. هيسخن دلوقتي وهيبان على طول لما نشيل بقى الاشياء دي ونشوف صينيه البطاطس اللي في الفرن، بطاطس بالكبد والقوانص. بس نشيل بس نفضي هنا شويه علشان اوبس كانت هتقع كده اهو. نرجع الملح والفلفل. يا رب تسخن يا زيت ان شاء الله. نجيب بقى الصينية من الفرن. يا سلام يا سلام، ظريفة جدا، ريحتها حلوة قوي قوي. بس كده سخنة سخنة جدا جدا. بس خلاص ريحتها حلوة قوي والبطاطس فيها استوت خطيره. لما بتقطعي البطاطس رفيع كده بتبقي ايه يطمئن قلبك يعني. ان شاء الله الزيت هيسخن. احنا طبعا ايه يعني انا مش عارفه الزيت يعني ظريف شويه معانا الزيت النهارده لكن دولت بقى اللي هناك اللي في الطبق زي ما انتم شايفين اتحمروا اخدوا لون ظريف. احنا مش عايزينها تغمق قوي اقراص البطاطس دي لان هي اصلا كل الحاجات فيها مستويه، فيا دوب بس كده تاخد لون ظريف ما نسيبهاش تغمق عشان ايه ما تبقاش مش ظريفه. نحط رشه بقدونس عليها كده من فوق ويبقى خلصنا الحلقه. ويا رب تكون عجبتكم. عملنا ايه بقى يا شباب؟ يعني بصوا انا بحط بقدونس هنا ريحه ريحتها ظريفه قوي. رشه خفيفه بس كده خلاص. اول وصفه عملناها مع بعض كانت صينيه البطاطس شرايح البطاطس بالكبد والقوانص، خطيرة جدا وسهلة ان شاء الله تعجبكم. والوصفة التانية عملنا مخبوزات العسل والطحينة، لذيذة لذيذة مش قادرة اقول لكم، وخطيرة وسهلة جدا جربوها. والوصفة الاخيرة عملنا مع بعض اقراص البطاطس البانيه، برضو ظريفة وسهلة وتنفع في المدرسة وفي الفطار وفي كل الحاجات. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستنوني بقى بكرة ان شاء الله. باي باي.